السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد عصام، ان شاء الله معاكم فيديو جديد ومحاضره جديده هنبدا نتكلم فيها عن الالوان. هنبدا نخرج من فكره الرصاص خالص ونبدا نخش في فكره الالوان وازاي هبدا ارسم حاجه بالوان. كورس الرصاص لسه ما خلصش معانا، لسه باقي له محاضرات ثانيه لسه هننزلها، بس واحده واحده نبدا نخش معانا في خامات ثانيه زي خامه الالوان الخشب. هنبدا نتكلم في الكورس ده عن الالوان الخشب، واول محاضره فيه اللي هي النهارده هنبدا نتكلم فيها عن دايره الالوان وازاي ابدا استخدم الالوان نفسها في اللوحه بتاعتي واقدر اوظفها ازاي صح واقدر ازاي اشوفها في اللوحه. هنبدا نتكلم عن الموضوع ده واحده واحده المره دي بالتفصيل. يا رب الفيديو عجبكم تستفادوا منه. لو الفيديو عجبكم فعلا يا ريت تعملوا لايك وشير واكتبوا لي كومنت برايكم في الفيديو. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه هنبدا نتكلم عنها هي فكره الالوان وازاي ان انا ابدا اصلا اشوف الوان في اللوحه، وان انا ما حددتش عيني باللون السائد على الشكل اللي قدامي. يعني مثلا ما اجيش اقول ان اللاب هنا مثلا او الحيطه او الحاجه اللي قدامي دي هي لونها واحد بس، الحيطه دي لونها مش عارف رمادي وداخل فيها شويه اصفر فابيض، مفيش الكلام ده. اللون ده نفسه اللي موجود هنا ده داخل فيه كميه الوان كتير جدا، وداخل فيه موفات وداخل فيه ازرق وبينك وتاثير من الحيطه الموجوده واصفر من الاضاءه اللي هنا. فالالوان دي ازاي ابدا اشوفها واحده واحده؟ دي بتيجي مع التمرين ومع الشغل. لما بتبدا تشتغل على الالوان واحده واحده بتبدا تشوف الالوان الموجوده دي. البورتريه بتاعنا مثلا فيه 25 لون، فيه الوان كتير جدا، هو مش 25 يمكن اكتر كمان. ما ينفعش ارسمه بلونين واجي ارسم باللون اللي هو لون البشره والبني والاسود يبقى انا كده رسمت البورتريه بالوان، انا كده رسمته بلون واحد بس بدرجاته، لكن ما اشتغلتش بالالوان اللي تخليه شكل واقعي. في فرق كبير جدا ما بين الرسمه بتاعتي يكون شكلها يعني واقعيه حلو، او مثلا شكلها قريب من الواقع وحاجه واقعيه حقيقيه كده. فان انت مثلا تيجي ترسم رسمه مثلا زي الاستيك هنا بتاع الساعه، لو انت جيت رسمته بلون اسود بس هيطلع لك قريب من الواقع شويه شبيه بالواقع، بس لو دخلت الالوان اللي موجوده فيه فعلي واللي موجوده في اللون ده اللي قدامك حقيقي هتبدا الرسمه تكون واقعيه فعلا، وتحس انها بتنطق وتحس انها حقيقيه. وده اللي يبدا يفرق بقى الرسم بالالوان قوي عن رسم ضعيف، حد لسه شغله ضعيف في الالوان فبيبدا يرمي لون واحد او لونين في الرسمه بتاعته. هنبدا نتكلم النهارده عن دايره الالوان وايه هي مفهوم دايره الالوان. يمكن مش هنستخدم حاجات هنقولها كتير شويه في الالوان الخشب المره دي، بس هتفيدنا في فكره الالوان عموما، وهتفيدنا ان احنا نفهم الالوان نفسها ونفهم ازاي نرتبها في اللوحه بتاعتنا ونبدا نشتغل بيها. اول حاجه خالص احنا عندنا حاجه اسمها دايره الالوان. دايره الالوان دي هي بتخرج دايره الالوان كلها من ثلاث الوان اساسيين. ايه هما الثلاث الوان الاساسيين دول؟ اللي هو الاصفر والاحمر والازرق، دول الثلاث الوان اللي هما الاساسيين اللي موجوده عندنا. حلو، في براهم الاسود والابيض، دي الوان محايده، دي بتكون بره دايره الالوان خالص وما ينفعش تطلع من الالوان دي. يعني المفروض ان انت لو خلطت الالوان دي كلها مع بعضها هيطلع لك اسود. حلو، هو هيطلع لك اسود بس مش اسود قوي اللي انت بتشوفه، تمام كده. ولو الالوان دي الوان اضاءه، يعني بيقول لك الوان الطيف اللي هي سبع الوان طيف لو دمجتهم مع بعض يديك ابيض، بس دي الوان اضاءه مش الالوان بتاعتنا. يعني لو جبت الوان الطيف ودمجتهم مع بعض مش هيديني اللون الابيض يعني. طيب الاول احنا عندنا ثلاث الوان اسمهم ثلاث الوان اساسيين اللي هم ايه؟ الاصفر والاحمر والازرق، تمام. لو انا دمجت كل لون اساسي مع اللون اللي جنبه هيديني لون ثانوي. حلو، يعني انا دلوقتي دمجت الاصفر مع الاحمر اداني الايه؟ الاورنج، دي معروفه، يبقى الاورنج ده لون ثانوي. حلو، دمجت الاصفر مع الازرق هيديني اخضر، تمام جدا. دمجت الاحمر مع الازرق هيديني بنفسجي. يبقى انا عندي دلوقتي الاورنج والاخضر والبنفسجي دول الوان ثانويه، يبقى انا عندي الوان اساسيه اللي هم الاحمر والازرق والاصفر، والوان ثانويه اللي هم الاورنج والاخضر والازرق. حلو، طيب انا دلوقتي زودت نسبه من اللون الاساسي على اللون الثانوي فطلع لي لون فرعي. تاني كده، زودت نسبه من اللون الاساسي على اللون الثانوي فطلع لي لون فرعي. يعني مثلا الاحمر ضفته على الاورنج فبقى اورنج محمر، يعني بقى لون فرعي طلع لوحده. او الاورنج ضفت عليه اصفر فبقى اورنج مصفر او برتقالي مصفر، سهله جدا بسيطه. الاخضر ضفت عليه اصفر بقى اخضر مصفر، الاخضر ضفت عليه ازرق بقى اخضر مزري. حلو، جيت بعد كده نفس الكلام، بنفسجي ضفت عليه احمر بقى بنفسجي محمر مايل للاحمر شويه، بنفسجي ضفت عليه ازرق فبقى مايل للازرق شويه بنفسجي مزري. حلو، الالوان الثانيه دي اسمها الوان ايه؟ فرعيه. حلو جدا، لو انا جيت قسمت اللوحه بتاعتي دي او دايره الالوان دي نصين، ماشي، وجيت قسمتها من عند اللي هو اللون الاخضر ده كده لغايه اللون البنفسجي، يعني قسمتها بالنص كده، هيديني نص فيه الوان تحس ان هي محمره زياده شويه، تمام، ونص فيه الوان تحس انها مايله للازرق او الاخضر.
النص المحمر ده يبقى الوان ايه؟ سخنه، الوان سخنه مايله للاحمرار وللنار والكلام ده كله. والنص التاني بيديني الوان بارده. حلو، ايه الالوان السخنه وايه الالوان البارده وبستخدمها ازاي؟ الالوان السخنه اللي هو الاصفر والاحمر والاورنج بدرجاتهم، تمام كده؟ بالدرجات بتاعتهم او اي حاجه مايله ليهم. الالوان السخنه اللي هي الاحمر والاصفر والاورنج بدرجاتهم، تمام؟ يعني اي لون مايل للاحمر او للاصفر او الاورنج ده تبع الالوان السخنه، ماشي؟ طيب، والاخضر والازرق والاخضر والازرق والموف او البنفسجي دي الالوان البارده، او اي حاجه مايله ليهم برضه، مايله للاخضر والموف والبنفسجي والكلام ده كله. طيب، الالوان السخنه دي بتعمل ايه والبارده بتعمل ايه علشان اعرف بالظبط اوظفهم في اللوحه فين واحطهم فين بالظبط. الالوان السخنه يعني نار، يعني الجو حر، يعني حركه في اللوحه، يعني اضاءه، اضاءه شمس قويه جدا، حلو، في جو حر مثلا، في يوم حر، الكلام ده كله. فلو انا برسم حاجه فيها حراره، فيها حركه، مش عارف، برسم مثلا واحد بيطلع جبل وبيجري وحاجه زي كده، ده هستخدم فيه الوان سخنه كتير عشان احس اللي بيتفرج على اللوحه ان اللوحه دي فيها حركه وفيها حماس والكلام ده كله. طيب، والالوان البارده بتدي لي هدوء، هدوء جدا في اللوحه. فلو انا عايز ارسم حاجه هاديه شويه، برسم بحر، واحد قاعد على البحر، طفل نايم، هرسم الطفل النايم ده وادخل فيه الوان بارده علشان يبدا يديني هدوء في اللوحه جدا، واللي يتفرج عليها يعيش مع الرسمه اللي انا راسمها. ما اجيش مثلا ارسم طفل نايم واروح راسم له احمر ونار طالعه وراه والكلام ده، اكيد مش هيمشي معاه، صح كده؟ ومش هتحس ان الطفل ده نايم عادي، يعني هتحس ان هو بيحلم بكوابيس، وهتحس ان برده في حركه وحراره كده في اللوحه بتاعته. حلو جدا، ده استخدامهم لو انا بعمل تاثير للوحه. طب واستخدامهم كتكنيكال بقى، وان انا ازاي ابدا احطهم في اللوحه. الالوان السخنه بتتحط في اماكن فيها اضاءه، حلو، يعني اماكن منوره، عندي نور جاي من الناحيه دي، ده داخل عليه اصفر وداخل معاه اورنج والكلام ده كله. والالوان البارده بتتحط في الغوامق، يعني لو انا عايز اعمل مكان هنا غامق احط فيه اخضر، ازرق، موف، الكلام ده كله، يديني المكان ده غامق داخل لجوه شويه. الالوان بقى البارده اللي تحسها فاتحه بيديك اضاءه ليليه، يعني مثلا الازرق اللبني يروح مديك، لو انا عملت مثلا نور هنا كده ازرق لبن يديك ان في نور، بس نور قمر، نور خافت كده ضعيف، مش اضاءه شمس. حتى لو انت فتحته جدا الازرق ده وخليته ان هو اللبني فاتح جدا جدا، برضه هيديك اضاءه كانها اضاءه ليل مش اضاءه شمس. دي دايره الالوان واستخدامنا ليها. في حاجه صغيره جدا اخيره هنعرفها فيها، واللي هو اللون واللون المقابل ليه. يعني ايه؟ يعني انا عشان ارسم لون مثلا، انا هرسم البورتريه ده وهعمل فيه في الالوان السخنه، حلو، او هدخل فيه في الالوان السخنه اورنج واصفر وكده، حلو. ايه الالوان البارده اللي تليق معايا؟ ما انا عندي الالوان كتير جدا، انا بمسكها قدامي دي كتير قوي، ازاي احط لون واللون تاني يليق معايا من الالوان البارده؟ فانت عندك كل لون واللون اللي قصاده هو ده اللي بيليق معاه. يعني مثلا الاحمر يليق مع الاخضر، ازاي؟ الناس هتقول لك احمر يليق مع اخضر، يعني البس بنطلون احمر وعليه تيشرت اخضر يبقى ليقين مع بعض. هو بيليق عليه بس بدرجاته، يعني مثلا الورده، الورده حمراء بس الفرع بتاعها اخضر، وتلاقي شكلها تحفه ولايقه عليها جدا جدا جدا، وما ينفعش تركب لها مثلا فرع بدل الاخضر ده موف، صح كده؟ طيب، فهي بتليق بس بالدرجات الموجوده، مش كل الدرجه هتحطها هتروح جايبه لك اللي هو الـ 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 الشكل اللي انت عايزه. عندك مثلا الاورنج والازرق، بتلاقي انواع عصافير كتير جدا، تلاقي داخل فيها ازرق في الشكل بتاعها من بره، والنص بتاعها لو هو بيكون محمر ده يكون درجاته في الاورنج مش الاحمر، صح كده؟ عندك البنفسجي والاصفر، كل ده بالدرجات بتاعتهم مش بلون واحد، ماشي؟ بنفسجي والاصفر دول تلاقيهم لايقين مع بعض جدا، تلاقي ورقه مثلا فروعها مش عارف بنفسجي وورده، وتلاقي طالع منها في النص كده بتاع اصفر، بتاع رفيع كده اصفر، تبقى لايقه معاها جدا وشكلها تحفه وتنطق الشكل بتاعك. حلو جدا. طيب، انا عايز ابدا استخدم الكلام ده وابدا اطبق عليه. فعايز ارسم مثلا بورتريه لشخص، حلو، وعايز احط له الوان سخنه واحط له الوان بارده وتليق عليها. ما اجيش اروح راسم نص باصفر والنص الثاني موف ودرجه واحده اصفر ودرجه واحده موف، يبقى انا كده رسمته باللي انت بتقول عليه اللي هم هيليقوا على بعض. طبعا مش هيبقى شكله وحش جدا ومش هيدرجوا حتى لبعض. انت بتاخد درجات الموف، حلو، وبتاخد درجات الاصفر. يعني انا هرسم الوش عادي جدا واحط فيه الالوان بتاعته عادي جدا، بس ممكن اديله لسعات اصفر تكون واضحه قويه ظاهره، وبعد كده في الغوامق ابدا ارسم برده بالالوان بتاعتي عادي جدا، وبعد كده ابدا ادي في الاماكن الغامقه موفات واضحه، فيبدا يوضح عندي اللون اللي هنا السخن واللون اللي هنا البارد، فهيبدا يديك شكل متناسق جدا ولايق مع بعضه جدا جدا. حلو جدا، احنا عايزين نطبق على الكلام ده، وعايزكم ان انتوا تعملوا تاسكات وتطبيق على الكلام اللي احنا بنقوله ده. هتعملوا لي ايه بقى؟ اول حاجه خالص احنا هنبدا نطبق على الالوان دي بان احنا نمسك كل لون ونحاول نعمل بيه تدريجات كده من غامق لفاتح. دي حاجه بسيطه بنعملها مره واحده كده في الاول بس،
بعد كده انا عايزك تمسك الالوان السخنه بس، حلو، تروح مطلع عين الالوان بتاعتك وتروح مطلع بره الالوان السخنه ولوحدها كده الالوان البارده، وتعمل لي تدريجات بالالوان السخنه بس، يعني من غامق لافتح لافتح. بس انت مش هتعمل بكل الالوان لوحده، انت هتبدا تحط مثلا الالوان السخنه تحت خالص في الغامق احمر، بعد كده اللي فوقيه اورنج محمر، بعد كده اللي فوقيه اورنج مصفر، بعد كده اللي فوقيه اللون اللي فوقيه يعني اصفر، وهكذا، واصفر غامق شويه بعد كده اصفر. فانت هتحاول تدمج الالوان دي كلها مع بعضها. حلو، نفس الكلام هتعمله في الايه، في الالوان البارده. وحاجه تانية بقى، انت هتبدا تعمل لي كوره باللونين دول. دلوقتي انا كلمتك وقلت لك ان الالوان السخنه بتستخدم في الفواتح والالوان الغامقه بتستخدم في الايه، في الغوامق، وفهمت من الالوان مثلا البارده اللي هي فاتحه تستخدم في اضاءه خافته مثلا، فانا هرسم كوره مثلا، فالكوره دي فيها من فوق اضاءه قويه، حط لي فيها الوان سخنه، في النص فيها غامق، حط لي فيها الوان بارده، طب من تحت بيكون في اضاءه خفيفه كده في الكوره اللي هو انعكاس السطح اللي عليها، تبدا تحط فيها الوان بارده بس فاتحه، فيبدا يديك شكل اضاءه كانها حلوه، يعني شكلها هي مش تبقى واقعيه، مش كوره حقيقيه، بس هيديك شكل لوحه حلو. طيب يبقى اول تطبيق هتعمله عندك اللي هو تدريجات بالوان سخنه، ثاني تطبيق تدريجات بالوان بارده، الالوان كلها على بعضها وتحاول تدرج بيها تدمجهم كلهم مع بعضهم، وثالث حاجه هتعملها انك ترسم لي كوره نصها بالوان سخنه ونصها بالوان بارده، يعني الكوره دي فيها الوان سخنه وفيها الوان بارده، تمام كده. وهتعمل لي حاجه ثانيه بقى، كل لون واللون المقابل ليه هترسم بكل واحد كوره، يعني مثلا تاخد كوره ترسمها الفاتح بتاعها بدرجات الاصفر والغامق بتاعها بدرجات الموفات، وبعد كده كوره الفاتح بتاعها بدرجات الاحمر والغامق بتاعها بدرجات الاخضرات، وبعد كده نفس الكلام في الازرق والاورنج، وهكذا، تمام كده. التطبيق ده يا ريت تعملوه، هيفيدكم جدا جدا. في المحاضرات الجايه هنبدا نتكلم عن الخامه نفسها اللي هي الوان خشب، وازاي ابدا ارسم بيها اصلا وازاي استخدمها، وهنبدا نشرح عندها بالتفصيل ان شاء الله من المحاضره الجايه. يا رب الفيديو يعجبكم وكنتوا استفدتوا منه، تعملوا لايك وشير واكتبوا لي كومنت برايكم في الفيديو، واعملوا سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفونا. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يلا اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.